صباح الخير مشاهدينا على قناة الصحة والجمال، يا رب يكون صباحكم حلو. في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم صباحك أحلى. صباح الخير يا يارا. صباح الخير يا نادين، صباح الخير عليكم. النهاردة هتبقى دي آخر حلقة لينا في 2019، بس طبعا إن شاء الله مكملين معاكم وبدعمكم. النهاردة هنتكلم عن رأس السنة الجديدة 2019. كان إيه بدايتها معاك؟ قدمت لك إيه؟ قول كلمة 2019 وأمنياتك في 2020. إيه يا نادين، إيه أمنيتك في 2020؟ امنيتي هنا اتخرج، مع انها مش السنه دي بس اتخرج اهم حاجه. عايزينكم تتواصلوا معانا خلال الارقام الظاهره على الشاشه، وقولوا لنا امنياتكم في 2020 و 2019 قدمت لكم ايه. وبرضه حابين نفكركم بالمسابقه اللي احنا كنا قايلين عليها، مسابقه مواهب مصر، تقدروا تشتركوا فيها من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباحك احلى. المسابقه دي احنا بنقدمها في برنامجنا، او كل حد اللي هيفوز في المسابقه ان شاء الله هنوصله، سواء ممثل هنوصله لمخرج، مغني هنوصله لمنتج، هيحقق له اللي هو عايزه. فاتمنى منكم ان انتم تشتركوا معانا وتقدموا معانا في المسابقه، وان شاء الله طبعا الفايز زي ما قلت لكم هنوصله الحلم ان شاء الله. وعايزين نتكلم بقى عن 2019. انا بالنسبه لي 2019 كانت حاجه كويسه جدا في حياتي، قدمت لي حاجات كتيره. عايزه استقبل منكم كلماتكم، يا ريت الارقام تظهر على الشاشه واتصلوا بينا. عايزين نعرف 2019 كان ايه وضعها معاكم. عفوا يا يارا بدون مقاطعتك، في مسابقه مواهب مصر اللي بيكتب او بيقول شعر بنوصله لدار النشر ان هي تقدر تنتج له كتاب او روايه. ايوه احنا قايلين في الحلقه اللي فاتت ان هو اي موهبه احنا بنوصلها لحلمها، ما حددناش موهبة معينة، هي كل المواهب احنا بنقدر نوصلها لحلمها. ان شاء الله كلكم هتوصلوا، اتمنى مستنيينكم تشاركونا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. نادين قولي لي 2019 قدمت لك ايه؟ قدمت لي كل حاجة حلوة يا يورا، يعني طبعا فيها منها مشاكل وفي منها حاجات حلوة، فكل واحد في حياته مشاكله والحاجات الحلوة زي ما انت عارفة. انت قدمت لك ايه يا يورا؟ قدمت لي حاجات كتيرة كويسة، اولها طبعا فكرة البرنامج، حاجات كتيرة جدا في حياتي في الجامعة، في حياتي العامة. لا كانت سنة سعيدة، بالرغم ان انا بسمع من ناس كتيرة ان هم بينتقدوا 2019 بطريقة اللي هو عايزين السنة تخلص بفارغ الصبر، بس يعني عايزين نقول ان دي كلها ايام وبنعيشها كلها حاجات ربنا كاتبها لنا. ما ينفعش ان احنا نكره اليوم او نكره السنه او نجيب السبب واللوم على السنه او الفتره اللي احنا فيها، بالعكس ده كل حاجه خير لينا اللي بتحصل لنا. او طبعا ربنا ما بيعملناش حاجه وحشه، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا وكلنا نحقق فيها اللي احنا بنتمناه ان شاء الله باذن الله. يعني لو كمان يا يارا في ناس متشائمين ان هم يقولوا السنه الجديده كمان هتبتدي بيوم ثلاث، ايه علاقتكم مع يوم الثلاث؟ يعني أيوة. برضو كل اللي هيشاركونا في البرنامج كمكالمات قولنا ايه علاقتكم متشائمين قوي من يوم الثلاث ليه؟ يعني ايوه هو تقريبا دي حاجه كده مع المصريين، انا برضو بتشائم منه ما اعرفش ليه، ما اعرفش في ايه وضع يوم الثلاث معاكم، في يوم يا جماعه من ايام الاسبوع يقولوا السنه الجديده هتبتدي يوم ثلاث. يعني كلكم متفقين طبعا بقى يوم ثلاث وتاني يوم فاينل، فمحدش عارف يحتفل، فيا ريت يعني الجامعات تخف على الطلبه. حابين ان احنا نحتفل، حابين نقضي راس السنه مع اكيد ناس بنحبهم. الجامعات هتخليهم يحتفلوا بيه كويس الفاينل. اه طبعا في الامتحان. اكيد انت عارفه كده. طبعا في الامتحان. اتمنى طبعا ليكم كلكم انكم تقدموا تحضروا 2020 مع ناس بتحبوها، مع ناس انتوا حابين تبقوا معاها. ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم وعلينا جميعا، وعلى كل سنه وانتم طيبين وكل سنه واحنا طيبين سواء مسلمين او مسيحيين. طبعا هنشارك اخواتنا المسيحيين في اعيادهم وفي احتفالاتهم، يعني حابه اقول لهم ان احنا كمان بنحتفل بيه زينا زيكم وبنبسط بيه زينا زيكم جدا. ناوي تحتفل بيه يا نادين؟ في الفاينل. في الفاينل واحد واحد فاينل. تمام. احنا انت هتعملي ايه في كريسمس؟ فاينل برضه معاكي نفس الفاينل. الكلية تقضي علينا والله. بيه والله ناويين نعمل حاجة جديدة ان شاء الله. طبعا يعني اجدد حاجه انا عملتها السنه دي ان انا معاكم، ودي حاجه انا فخوره بيها ومبسوطه بيها جدا. يعني طبعا مبسوطين ان احنا نكون مع مشاهدينا وان احنا مكملين معاكم ان شاء الله في السنه الجديده، ودي اخر سنه ودي اخر حلقه في 2019، وان شاء الله مكملين معاكم في 2020
بأفكار ومواضيع مختلفة إن شاء الله تعجبكم. مستنيين مشاركتكم في البرنامج وتقولوا لنا خرجتوا بإيه من 2019 وناويين تحققوا إيه في 2020 أو إيه أحلامكم في 2020، وبرضه تقولوا لنا يوم التلات متشائمين منه ليه. ومعانا بعد الفقرة دي ضيف شاعر، معانا اتصال. فاطمة، ألو، صباح الخير يا ستي. صباح النور. صباح النور يا فاطمة. صباح الخير. صباح النور يا فاطمة، سمعنا؟ أيوة يا فاطمة. أيوة يا فاطمة، معانا. أيوة معاكم، اتفضلي. ممكن يا فاطمة تقولي لنا طلعتي بإيه من 2019؟ وجهي كلمة 2019، وحابة تقولي إيه 2020، إيه أمنيتك ليها؟ يعني هو بالنسبة ل 2019 هي كانت بالنسبة لي سنة صعبة قوي، لأنها كانت ثانوية عامة وكانت مرحلة مهمة في حياتي، بس الحمد لله عدت على خير. الحمد لله. وكان في ظلم شوية في التنسيق والحمد لله، بس دخلت كلية كويسة. وأمنيتي في 2019 إن أنا أقدر أحقق اللي أنا عاوزاه في الكلية دي، وإن أنا أقدر أتخرج منها إن شاء الله بحاجة كويسة. إن شاء الله تحققي كل اللي بتحلمي بيه وكل اللي نفسك فيه. كل الناس كده. قولي لنا، قولي كلمة 2020. اتفضلي. قولي كلمة 2020 نفسك فيها إيه؟ إيه اللي تحقق فيها؟ يعني نفسي أنجح السنة دي، ونفسي أشتغل وأبدأ إن شاء الله أعمل حاجة كويسة في حياتي. إن شاء الله يا فاطمة. ممكن يا فاطمة تقولي لنا، هو أنت الأول بتتشامي من يوم التلات زي باقي الناس؟ لا، هو مش بتشائم منه، بس حاسه ان هو يوم في وسط الاسبوع ملوش اي لازمه يعني. طب ما هو الاثنين والاربع، ما كلهم في وسط الاسبوع، ليه الثلاثة يا جماعه مستحقرينه قوي كده ليه؟ لا يعني الحد يعني اول يوم في الاسبوع كده، لكن الثلاث مزنوق قوي. في ناس يقولوا يحصل لهم موقف وحش يقولوا ايه ده النهارده الثلاث، ربطين الموقف بيوم الثلاث، ما اعرفش في ايه. لا لا، ما حصلليش موقف وحش يعني في اليوم ده، الحمد لله. الحمد لله. ما تشوفي اي مواقف وحشه، وان شاء الله تكون سنه سعيده عليكي وتقضيها مع الناس اللي بتحبيهم. يا رب يا قلبي، ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليكي. طب الحمد لله في حد ما بتتشمش، في حد ما بتتشمش من يوم التلات. لا، وعجبتني كلمه وهي بتقول لك يوم ملوش لازمه خالص، كان يوم في وسط الاسبوع، لو انتوا ضايفينه ليه؟ معانا علاء. الو، صباح الخير. صباح النور يا علاء، ازيكم؟ الحمد لله. الحمد لله، تمام الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين، بنفس السنه الجديده. وانت طيب يا علي. قول لنا الكلمه 2020. كلمه 2020 باذن الله تبقى سنه علينا حلوه، وباذن الله نحقق كل اللي بنتمناه باذن الله. ان شاء الله. ايه امنيتك فيها؟ امنيتي اوصل لحاجات كثيره من نفسي اوصلها. ان شاء الله توصل للي انت عايزه واللي بتحلم بيه. طلعت بايه علاء من 2019؟ طلعت بايه؟ او حصل لك ايه؟ طلعت باصحاب كتير الحمد لله، طلعوا في حياتي وفي ناس كتير الحمد لله، ربنا يديم. رجعوا وكنت بكلمهم، الحمد لله طلعت حاجات حلوه كتير الحمد لله. الحمد لله. نفس السؤال اللي سالته لفاطمه، هل انت برضك من النوع المتشائم من يوم التلات؟ نعم. من انت من النوع بتتشائم برضك من يوم التلات؟ لا، اليوم الثلاث عادي، يوم عادي يعني، يوم ملوش لازمه في وسط الاسبوع رخم كده. هو عادي بيبقى يوم تقيل شويه، بس الحمد لله بيعدي. الحمد لله. ان شاء الله يا علاء تقضي السنه جديده مع ناس بتحبهم وتحقق فيها كل اللي تمناه، وكل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. اوكي، شكرا يا علاء. طب اهو في ناس متفقه بالراي معايا، في ناس متفق ان يوم الثلاث مش يوم متشائم. اتنين معانا الحمد لله. ان يوم احنا جبنا فكره، جبنا معلومه غلط ولا امال ايه يا جماعه اللي بنشوفه على السوشيال ميديا وكده؟ ايوه، يوم الثلاث، يوم الثلاث وراس السنه وجاي يوم الثلاث. ايه، انا حتى بحب يوم الثلاث بسبب اغنيه عمرو دياب بتاعت يوم الثلاث. حبيته بسبب اغنيه عمرو دياب، يعني انا من عشاق عمرو دياب طبعا، فنان كبير وعظيم طبعا، كلنا بنحبه. كل الشكر طبعا استاذ عمرو دياب، ده يعني ده حاجه عزيزه على قلبنا كلنا طبعا. تمام. ان شاء الله معانا في الفقره اللي جايه شاعر استاذ معتز، ان شاء الله هنقضي فقره جميله مع بعض ولذيذه بنسبه راس السنه. هتكون فقره مميزه زي ما قلنا في اول البرنامج ان احنا حلقتنا النهارده مميزه ومختلفه، وهي هتكون فقره مميزه مع الشاعر الجميل الكبير استاذ معتز الراوي. معانا اتصال من سلمى. الو، صباح الخير سلمى.
الو، صباح ايوه الخير. صح، صباح النور عليكي سلمى. الو، صباح الخير. سلمى وطي صوت التلفزيون واسمعينا من كل خير. السماعة بتاعة التليفون لو سمحتي. الو، ايوه يا ايوه سلمى سلمى وطي صوت اتفضلي. التلفزيون. صباح الخير عليكم، صباح النور. كل سنة وانتم طيبين. طيبة يا سلمى. تقدري يا سلمى بقى وجهي لنا كلمة ل 2020؟ والله 2020 ان شاء الله كده تبقى كويسه علينا، لان عارفه عانينا كتير قوي في 2019، وكانت سنه صعبه عليا بصراحه يعني. فان شاء الله تكون 2020 تكون احسن بكتير. ان شاء الله. طلعتي بايه من 2019، او ايه المواقف الوحشه اللي حصلت معاكي او المواقف الحلوه؟ طبعا مش هنجيب كل حاجه وحشه. بصي، هو 2019 والله يعني مثلا طلعت فيها بحاجة وحشة، انه انا مشيت من مكان كنت عايزاه جدا، ومشيت منه المكان مش عايزاه خالص. دي حاجة. وحاجات حلوة يعني، هي حاجات كتير كده، مثلا ان انا شفت اهلي وكده، يعني كنت بعيدة عنهم وشفتهم وكده، فدي حاجة حلوة يعني طلعت بيها. ربنا يجمعك بيهم دايما يا يا سلمى. رب. ربنا لخص يعينك. 2019 في كلمة يا سلمى. ربنا يخلصني منها على خير. طب ايه مشكلتك مع يوم الثلاث؟ برضو بتتشائمي منه؟ لا، هو انا بصراحة يوم الثلاث يعني السنة دي بالذات ما فيش اي مشكلة، انه جاي يوم عيد ميلادي، فما فيش اي مشكلة معاه. كل سنة وانت حلو طيب. قوي يا جماعة، وانتي تالت طيبة مكالمة معانا اهو. وما بتتشائمش من يوم لا، ويوم الثلاث. عيد ميلادها يوم كمان. عيد هو انا ميلادك. بصراحة ما بحبوش اليوم ده، يعني يوم ملوش اي لازمة في الاسبوع، بس يوم ملوش اي برضه نفس اليوم ده اعمل لكم ايه يا جماعة؟ بس هو السنة دي بالذات يوم عيد ميلادي، فلازم احبه. دايما تكون يا رب السنين الجاية عليكي سعيدة كلها، و2020 تكون حلوة، وتفضلي دايما مع أهلك يا سلمى يا رب. عليا وعليكم يا رب. وإن شاء الله تقضي يوم عيد ميلادك يوم سعيد إن شاء الله، وتقضيه مع الناس اللي بتحبيهم. عندك فاينل؟ عندي فاينل والله، يعني قبل عيد ميلادي بيوم وبعدها بيومين عندي فاينل. طب لا، إن شاء عشان الله كده ما بحبش يوم التلات. إن شاء الله تحتفلي بيه مع الناس اللي بتحبيهم، وتقضي السنة مع الناس اللي انت حباهم، وتفضلي معاهم، وان شاء الله ترجعي للمكان اللي نفسك ترجعيه تاني. ربنا يخليكي يا رب. ان كل شاء الله. سنه وانت طيبه يا سلمى بمناسبه عيد ميلادك. وانتي طيبه. شكرا لاتصالك يا سلمى. طيب، في ناس هي متفقه بالرأي. امال يا جماعه اللي ايه دي؟ بنشوفهم على الفيسبوك والسوشيال ميديا عامه، يوم تلات ده يوم نحس، ايه اليوم المقرف ده؟ النهارده يوم رخم طبعا عشان يوم تلات. انت بتقول ايه يا عم؟ ايه ده، في ايه يا جماعه؟ ما في ناس حلوه ومتفائله باليوم. طب بس سلمى قالت لك، قالت لك انا عامه ما بحبوش، بس حابه السنه دي عشان عيد، عشان عيد عشان ميلادها. عيد ميلادها، عشان يعني لو كان عيد الوحيدة ميلادها في يوم خلاص. تاني، لا يعني انا بكره يوم التلاتة. عايزه الناس تحبها عشان هو عيد ميلادها. ايوه. طيب، احنا كده هنكون وصلنا لاول فقره لينا، هندخل على الفقره التانية. معانا الشاعر الكبير استاذ معتز الراوي، ان شاء الله الفقره تعجبكم ونستمتع كلنا مع بعض. هنطلع فاصل ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين. بنحب نفكركم بالاشتراك في مسابقه موهبين مصر على البيج على الفيسبوك. صباحك احلى. معانا الشاعر الجميل الكبير استاذ معتز الراوي، عضو اتحاد كتاب مصر، ورئيس القسم الادبي لجريده الخبر، ومقرر لجنه المؤتمرات لدار النشر الادبيه لرعايه الموهوبين. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضراتكم، كل سنه وانتم طيبين. منورنا يا استاذ معتز. ربنا يخليك، ربنا يخليك. استاذ معتز، عايز اعرف حضرتك بدات تكتب شعر وحضرتك عندك كام سنه؟ خلينا انجحكم، انا اهنيكم على النجاحات الاخيره الحقيقه، يعني يمكن حضراتكم بتنبهوا عن مسابقات، ويمكن هي دي احدى الاليات المهمه جدا للتشجيع والتحفيز الحقيقه. متابعكم بقى لفتره كبيره نجاحات، يمكن كان في مرونه دعوات التجديد الادبيه، انبسطت جدا لما كان في مرونه في احدى الحلقات السابقه. فخليني اقول ان ده مقدمه، ان انا اشكر حضراتكم ان انا ضيف معاكم النهارده. ميرسي، نورتنا. شكرا جدا على المقدمه الجميله دي، وفعلا ده فخرين يعني حضرتك تدينا الكلام. اشكرك، العفو، الشرف ليا الحقيقه. اما بالنسبه لبدايتي الادبيه خالص، هو كان رحمه الله على والدي. الله يرحمه. كنت صغير كده يعني، فمديني ورقه وقلم كده، ايه، اقعد اتسلى على ما اعمل حاجه. جه رجع لاني كاتب حاجه، فبيقول لي يا ولد ده شعر. فانا مش عارف يعني ايه شعر وكده، فاتفاجئت بعدها بكام يوم جايب لي كتب كتير كده انا مش فاهم منها حاجه خالص. اقرا وتثقف وتعلم. بعد كده ما فهمتش، قلت له ما فهمتش، قال لي طيب راسل حد يدلك. راسلني، رحت رابطه الادب الحديث، كانت برئاسه الراحل الحاضر الغائب دكتور عبد المنعم خفاجي.
وكانت أمانة عامة الشاعر الناقد محمد علي عبد العال رحمة الله عليه. ما انكرش كان في تشجيع كبير وكان في صدر رحب في رابطة الأدب، إلا إن خليني أعيد الفضل بقى في الموهبة نفسها بقى في الدراسة للشاعر محمد شحات محمد أستاذي وشيخي رغم تقصيري في حقي والله. خدني قال لي طيب أنت في متضايق ليه؟ قلت له يعني حاسس مفيش إضافة، يعني أنا باجي وبيسقفوا لي بس أنا شعري مش كويس، عايز أعرف ليه الحقيقة يعني. فهو عنده جمعية لرعاية المواهب، جمعية دار النسر الأدبية لرعاية المواهب، خدني فيها. طب تعالى أنت بتكتب إيه؟ أنا أحب أسمعك كل يوم. يعني هو يعني مبتكر الشاعر ناقد الأديب الكبير محمد شحات محمد، مبتكر ورائد القصة الشاعرة، له من المؤلفات تقريبا مش عارف 45 ستار ما شاء الله ربنا يزيده يعني ان شاء الله. فالقامة الأدبية الكبيرة، مؤسس المؤتمر العربي للقصة الشاعرة، بيقول لي تعالى أنا عايز أسمعك، أقنعني إن أنا موهوب وحد كبير فعلا. لقيته بيستدرجني شوية بشوية بشوية بشوية. فن رعاية المواهب، تقدر تكتب بالأوزان عن طريق كذا، في كتب كذا، دراستك مهمة كذا كذا كذا. وما يمنعش إن كل شوية كان في حافز برضه صغير كده، ممكن مادي صغير كده، ممكن جايزة صغيرة، ممكن يشركني في مسابقة، لدرجة أشركني في مسابقة وسابني ومشي. قال لي خلاص أنت كده في المواجهة، عليك إن أنت تتقبل نجاحك أو فشلك. فبشكره الحقيقة من المنبر ده. هي دي كانت البداية. أنا محظوظ شوية يعني، أنا حواليا داعمين كتير يعني أنا بعتقد إن أنا من الناس المحظوظين بحب شوية ناس حواليا. تقدر تقول لنا حضرتك إيه علاقة الصحة والجمال بالأدب؟ هو الجمال كله طبعا، الصحة والأدب، الصحة والجمال بالنسبة للأدب، الأدب هو الجمال كله. خلينا بس يعني قبل ما نتكلم على الجمال كمعنى شمولي، يعني احنا ممكن نخش في 300 تعريف مثلا، فخلينا نقول 300 عشان نعرف نروح مننا النهارده عشان هم اكتر من كده الحقيقه. لكن خلينا ناخد ثلاثه مثلا ما يحضرني. مثلا سيجموند فرويد بيربط دائما الجمال بالغرائز الجنسيه، اشباع الغرائز. هنلاقي على الناحيه الثانيه هربرت ريد مثلا بيقول ان هو وحده الشكليات في ادراك حواسنا، الحاجه اللي احنا متعودين بنشوفها جميله هتشوفيها جميله. الناحيه الثانيه تلاقي ارسطو مثلا بيقول ان الجمال هو في الاخر خالص ما صب على النفع والفائده بصفه بحته. فلو خدنا دول الثلاث تعريفات دول نماذج مثلا تقدري تجمعي بين ده كله. لكن هي انا من رايي المتواضع الشخصي ان موضوع علاقه الادب بالصحة هي مش علاقة بسيطة، هي علاقة مركبة، هي الصحة الوطنية. إذا جاز إن احنا نسمي المصطلحات دي، هل هي الصحة الوطنية ولا الصحة الثقافية ولا التربوية ولا التعليمية؟ حاجات كتير قوي يعني. لو جينا احنا بصينا للصحة الوطنية، ده علاقة الصحة بالجمال، إيه علاقة الصحة بالوطنية؟ الحقيقة هنرجع للتاريخ، يعني هنرجع للفراعنة. هل كان في أدب حماسي مثلا للقتال أو كده؟ كان في شعر عن الجمال، كان في شعر عن الجمال. هل قيمة الجمال بالإبداع؟ دول كانوا مبدعين. هل الصحة الوطنية، هل الأغاني الحماسية اللي خلتنا ننتصر، الأغاني اللي بتدفعنا، ما حدش يقدر ينسى زمان أغنية زي حلاوة الإيد الشغالة، ما حدش ينسى يقدر برضو أغنية زي النكسة بتاعت اللي كتبها الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي وغنى عبد الحليم حافظ، عدى النهار منتهى المأساة. ما هو فنه بيصنع وطن، وأدب بيصنع وطن طيب على مستوى الوطن برضو. إذا احنا كنا بننادي بتجديد حاجة زي الخطاب الديني وابتدنا نشوف أثارها الحقيقة في الفترة الأخيرة وكانت ناجحة جدا، ندور على جذورها شوية تلاقي إن جذورها أصلا خطاب إبداعي. أنا كرجل دين أنا ما أقدرش، أو رجل الدين ما يقدرش يجدد خطاب ديني إلا لما يكون راجل دارس علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع والبلاغات فكل ده بيستلزم ده الصحة التربوية، الأناشيد. محدش فينا مش فاكر نشيد درسه في الابتدائي مثلا أو حاجة. إذن الأدب أثر. فقيس بقى الناحية المجتمعية، التقويم، بناء نجاح بلد مثلا. هل أنت لو ما قدرتيش تخاطبي وجدان الشباب مثلا في معهد زي معهد إعداد القادة ده، وجدانهم، أنا بتكلم عن الوجد قبل العاقل، إن أنت تقنعيه إن أنت قدامك مسؤولية وهدف وطريق لازم تمشي فيه بس بآليات معينة وأكاديمية، أنت لو ما وصلتيش لوجدانه مش هتقدري حتى تصنعي قادة. على الصحة الجسدية، حملة 100 مليون صحة مثلا كانت بالأغاني، والأغاني أصلها إيه؟ ما أصلها كلام، والكلام هو إيه؟ لما بيبقى أغاني بيبقى نوع من أنواع الأدب.
فعلى المستويات واكتر من كده بكتير. فعلاقه الصحه بالجمال ده علاقه كبيره جدا. استاذ ممكن حضرتك تقول تسمعنا قصيده من حضرتك كتبتهم؟ ده شرف، ده شرف لينا ان حضرتك تسمعنا قصايدك الحلوه. طبعا هو شرف ان حضرتك موجود معانا. ده ذوق الحقيقه. اتفضل. بتحب تسمع عاميه ولا فصحى؟ اللي حضرتك عايزه. عاميه. طب هي نقول بلاش اكشن، هي اسمها بلاش اكشن. تمام. وايه يعني اعيش مع واحده ما اعرفهاش؟ خيال، حاله استحاله. وايه يعني اعيش مع واحده ما اعرفهاش؟ خيال، حاله استحاله. الحلم يخضع مره للمونتاج. خلصت القصه من الاول، انا القلب اللي كان ميت وشايفك عايش. يا أغنية بداية التتر، يا أول خيوط الفجر بحسد أرض كانت شايلة على خدودها خيال ضلك بتحبك. وأنا عاجز أقول لك ليه، وأنا عاشقك، ما أنا عاشقك. لكن من يوم ما كان الفجر لسه جنين، وقبل الشوق ما يتكون ويبقى حنين، وأنا برسم عيونك جوه أشواق، وبحفر عشقي نسماية بأوراقي. ساعات روحي كانت تسرقني وتجيلك وتحكي لك حاجات عني وتشكيلك، وزي الطفله بلقاها تخاف اوقات تدوب لعنه المسافات. ساعات مطلوعها تبكي لك، فارجوكي بلاش عمري يضيع ببلاش ما بين كل اللي بعرفهم ورا عنك. وايه يعني اعيش مع واحده ما اعرفهاش؟ مع الحلقه اللي كانت اولى مستقبل انا شفتك قصص شعره بتتبدل مع الاحداث تكون اجمل برمز يحرك المشهد، فتتجدد رموز الحب بين الناس، وانا الشاهد وانا السامع. كاني عينيكي نص جميل ومتراجع، كاني عينيكي نص جميل ومتراجع على ايد اللي خلى الحب قلب بيسبق الاحداث، وقال الكلمه تتمضمض خيال واسع تروح دستورها في الوجدان نغم هيمان، بدايته في منطق الايمان. وبعد فواصل الاعلان نغم هيمان، بدايته في منطق الايمان. وبعد فواصل الاعلان هيجي اليوم أشوف هجرك، وأحول دفة الحلقات لشيء ميت على نبضات، ويمكن هقدر أتحمل. هعيش مجروح، هعيد النوح، هيرجع حرفي من أبياته من غير صوت، كأنه تابوت ومتحنط في سطر تاريخ بآخر كلمة قلناها وسجلها على الدفتر فضيلة الشيخ. بآخر كلمة قلناها وسجلها على الدفتر فضيلة الشيخ، حكمت ليني شيخ قبل الأوان ونموت. بتختاري فراقنا ليه؟ وإذا كان الفراق محتوم كده محتوم، دموعك كانت بتنزف ليه؟ قدرت إزاي تخلي حبنا في عيده بريء مدبوح؟ قدرت إزاي تخلي حبنا في عيده بريء مدبوح؟ وانا واقف بشوف حكم النهايه وبرضه مستني، مفيش احلام ولا حاجه ومستني. اصيد في نفسي مخنوقه، سطور الصبر محروقه، ومش فارق كده مفارق كده مفارق، كأن روايه من بدايتها منهيه، حكايه في وسط الف حكايه منسيه، بضيع مني. السنين عمري بتسبقني، ورغم الهجر وعنادك مانيش قادر اقول اسف على عمر اللي راح مني. يا دمعه بتستخبى في ضحكه بينها وبين شفايفي طار، يا اسم بردده بنهار، يا كلمه فوق منصه شعر فيها مرار، يا سقفه تطفي ناري بنار. بدور عن عيونك بين خبايا الكون، يزيد تعبي يزيد بعدك، بقيت عايش ومتهجر، مفيش ولا حاجه بتصبر. رسائل الفيس ومقفوله، حكاوي الحب منقوله، وعن العشاق بتتزور بتتكرر وبتمرر. صحابك غرقانين في الكذب، صورتك لسه فيها حب يملى البيت من الشريان لكل مكان. سجدنا فيه حضنتك فيه، وخدنا فيه قرار البعد. لسه الحب بيقاوم حروف المد بين الاه وقسوتها، وواو مجروحه فرحتها
حروف العلة دي تكتبها صابتني بعلتها، فشوف ازاي هعيش بعدك وانا بمضغ حروف صبري ولوعتها، انا المقصور في قصر النار بلا احكام ولا استئناف بخاف، انا المقصور في قصر النار بلا احكام ولا استئناف، بخاف من زلة الشكوى وآها في الضلوع توجع وصرخة من الوريد تطلع فترميني ما بين الوحدة والجدران ودمعة خجولة بتكابر وبتعافر مع الأحزان، فلا الأحزان بتستسلم ولا الجدران بتتكلم ولا الدمعة تعيد ما كان وتتر نهايتي في أكفان. الله. طريق طريق ماشية الأماني فيه بتبكي في وسط ناس ساكتة وبهتة جنازتي من غيرك، وبهت جنازتي من غيرك ومن غيرك عزايا انفض قبل ما يبدا التصوير، مفيش تفسير مفيش جماهير لمشهد سكته وحزني وشافه ضرير، تعبت من الحياه جدا عشان خاطري بلاش اكشن وشيل دموعي في المونتاج، وانا عمري انا عمري ما هتمنى اعيش مع واحده في خيالي وما اعرفهاش عشان خاطري بلاش اكشن. شكرا. طبعا الشاعر معتز الراوي ابدع في القاء قصيده بلاش اكشن. رائع جدا يا استاذ معتز حقيقي. استاذ معتز، امتى النقد الادبي يصل للمتلقي العادي؟ قضيه كبيره وجميله الحقيقه في طرحها. امتى النقد الادبي يوصل للمتلقي العادي؟ عايزه مهاره وعايزه حاجات كتير، لكن خلينا نحط المشاهد الكريم في الصوره. هي الصوره عباره عن ايه الحقيقه؟ المؤلف الكتاب يقع ما بين المؤلف والناقد. الناقد متفقين ان الناقد بيتكلم في علم متخصص جدا، يهم بدايه المبدع عشان يقدر يقف على مناطق القوه والضعف في ابداعه. جميل جدا. امتى يصل النقد المتلقي العادي؟ شيء جميل ورغبه كويسه، لكن هل بس يعني كبار النقاد عندنا شيوخ نقاد في العالم، يعني مش في الوطن العربي بس، مع احترامنا لكل قامتهم، بس انا بطالب بحاجه مثلا زي ان احنا نعمل ورش يبقى الهدف منها تبسيط المعلومه. اعجبني جدا الشاعر محمد شحات محمد في 2019 مؤتمر الفصحى قصيده وطن اتحاد كتاب مصر، لما اتكلم في ورقته البحثيه عن تبسيط لغه الخطاب من الناقد. مش ضروري ان الناقد يخاف قوي، مش ضروري الناقد، بقينا بنشوف فترات الا من رحم ربي، يعني بقينا بنشوف حد بيخش يهاجم مبدع لسه على بدايه الطريق يقول مثلا انا ولا شايف صور بلاغيه ولا 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 ولا، وممكن مثلا في الانبوكس يبعت له صباح الخير، لكن الانتقاد والهدم في وسط، لا احنا محتاجين لغه بسيطة شوية نقدر نبسط بيها المصطلحات الضخمة. لو أنت كناقد قدرت تحبب القارئ العادي وتشوقه للنص وتوقفه على المناطق الجمالية ومناطق الضعف فيه، بالتالي مرغما هيروح يقرأ الشعر وهو بيقرأ جماليات الشعر. إذن يعني الموضوع كبير واتكلموا فيه كتير ومؤلفات وأبحاث، إنما إحنا بننادي بتبسيط لغة الحوار بين الناقد والمبدع. احنا بنشوف دلوقتي كتير جدا وخصوصا الناس اللي هي متفاعلة على الارض الواقع بيخاف يكلم ناقد عشان يقول له سيوجيما ولا سيموتي، مصطلحات كبيرة انت ممكن تكلمه ببساطة زي ما احنا تعلمنا في جمعيتنا ببساطة كده، تعالى ايه رأيك شفت الصورة دي حلوة ازاي، شفت دي جميلة ازاي، بس هو لو كان حط كلمة كذا كانت بقت احسن، طب هو لو اضاف، طب لو حذف دي، طب دي ما تصحش، طب دي تصح، و و و و و دولي. انما ينبغي بس التنويه على تبسيط لغة الحوار ما بين الناقد وما بين المتلقي العادي، وفي كلام كتير لكن هو ده الحقيقة باختصار شديد. أستاذ مهندس، إيه فكرة إنشاء كتاب المجمع؟ جميل خالص. والله جريدة الخبر يعني منذ إنشائها الحقيقة، وإن كانت في وقت قليل، إنشأت من وقت قليل تقريبا سنتين، من البداية بتدعم من الناحية الأدبية، هي كجريدة مستقلة يحمد ليها ويشكر ليها جدا المجهود الكبير اللي بتعمله الأستاذة سامية إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجريدة. الصلاحيات اللي بتفتحها عشان خاطر تحتوي المبدعين في القسم الأدبي اللي أشرف برئاسته،
الزملاء اللي موجودين تقريبا بيلاقوا الدعم المتيسر اللي في امكانياتنا احنا كجريده. كان في البدايه الحقيقه نقطه انطلاق الاهتمام بالعمليه الابداعيه في الجريده، هل انت تقدر تعلم بصفه مباشره؟ مش هنقدر، يعني مش هنقدر نوجه حد بصفه مباشره، لكن نقدر ناخد النصوص متراجعه بحيث ان جريده الخبر بقى معروف عنها اعلاميا في المرحله الحاليه لا يخرج نص الا مراجعة نحويا ولغويا الى اخره. دعت الاستاذه ساميه في الحقيقه في البدايه من ساعه ما تقلدت منصب رئيس القسم، دعتني في البدايه قالت لي اهتم بالمواهب، واحنا من ساعتها مش عايزين نقول احنا مؤسسه يعني معنيه بالشكل الرئيسي برعايه المواهب، هي جريده يعني رعايه المواهب هو جزء، وخليني اقول اللي انا بقدمه لزمايلي واخواتي الصغيرين في الجريده هي محض محاولات تشجيعيه ما بيننا، لكن هم كلهم الحقيقه أساتذتي. كان الدافع بالنسبة للكتاب المجمع بداية هو المبدع، إن أنت بتقفي الأول على سيكولوجية المبدع، يعني أنا كمبدع بيهمني إيه؟ لسه ناشئ أو لسه صغير أو لسه مبتدئ، أنا بيهمني حد يشوف أو حد يقرأ لي أو حد يسمع لي. فجينا فكرنا في الموضوع ده الأستاذة سامية إبراهيم في إحدى اجتماعات مجلس الإدارة، وتوصلنا لفكرة إنشاء الكتاب المجمع، فبعرضها عليها في الاجتماع فورا وافقت وقالت لي غير مشروط سوى سياسات النشر الحيادية، عدم الدعوة أو عدم الجمود الفكري وعدم الدعوة لمذاهب أو طائفية أو حزبية أو التعدي على سلطة لفظيا أو التعدي على حكومات أو على أنظمة. الشرط الأول للمبدع أنه يكون بيحب بلده، بيحب بلده وبيحب بلادنا، لان اللي يحب بلده باخلاص هيحب كل البلاد العربيه باخلاص. فكان الشرط الهيدر بتاع الكتاب اللي اخترناه عشان خاطر نحط المعيار الاول هو كان التسامح الانساني ورساله السلام. يمكن احنا نوهنا على رساله السلام في كتاب رساله السلام والتسامح في الاهداء في الكتاب المجمع، وكانت هي مرحله للم الشباب الطموح في كتاب اسمه خطوات طموحه، طموح في الوطن العربي، ضمنا دول متعددة، مصر، المغرب شمالا وجنوبا، سوريا، فلسطين، نيجيريا، الأردن، كل دول في الكتاب. أعتقد أن كل واحد فيهم على الطريق وعارف هو هيعمل إيه بعد كده، إلا أن أنا برضو عايز أعيد الفضل في الكتاب برضو ناس كتير قوي. الأستاذة سامية إبراهيم تعبت جدا، سهرت كتير في الكتاب وتعبت جدا في مراجعات واتفاقات وحذف وإضافات وتعديلات وخلافه. مديرة التحرير الأستاذة سكينة صادق الحقيقة مجهود جميل، يعني من باب ولا تنسوا الفضل بينكم، مجهود خطير وكبير جدا بتعمله الأستاذة سكينة صادق. وخليني أقول على الشاشة، هي دايما بتقول لي ما أقولش اسمها، لكن يعني النهاردة أنا تجاوزت عن ذلك، يعني سكرتارية التحرير ناس كتير وقفت في الكتاب، ضمنا إبداعات كتير. كان معنا مثلا على سبيل المثال في الكتاب من سوريا مثلا كان معنا شعراء في منتهى القوة، محمد ملاك مثلا تقريبا ما بيكتبش، ما فيش جنس أدبي مش بيكتب فيه وبمهارة وبقوة وباتباع المعايير. المدى ما يساء دكتوك سوريا، ما يساء دكتوك عربية من الطراز الأول، بتحب الأوطان العربية كلها، كتاباتها كلها توحي بذلك. سكينة صادق مدير تحرير ومبدعة في الكتاب، كان لها مجموعة قصائد الحقيقة شاركت بيها ما بين شريدة وما بين قصائد تانية متعددة كتير. سكينة صادق عبارة عن مجموعة من الحزم وحزمة قيم. خديجة الميمونية ثقافة متزايدة الحقيقة، الأستاذة خديجة الميمونية المغرب، الأستاذة سكينة برضو المغرب، خديجة الميموني متطورة ثقافيا جدا. فكل واحد احنا اخترناه على معيار معين، يعني ادي نموذج لده بده، ده قوي شوية في النحو، ده قوي شوية في الصور البلاغية، ده مع ده، فهم اكيد هيدرسوا بعض في الكتاب، فاحنا نقدر كلنا نتعلم منهم. وفي الاخير الكسبان الاكتر انا، لان انا قريت لهم كلهم، فانا اكتر واحد بيختزل ثقافة داخله. الاستاذة لطيفة بكيردنس المغرب قصة يمكن بدأت من فترة قصيرة، إلا أنا اتفاجئت من فترة قليلة جدا بقت بتكتب بشبه معايير كاملة القصة، وفنانة تشكيلية كمان بترسم. محمد أبو مديغم فلسطين الأصالة والشعر العمودي الكلاسيكي، شلاش الظاهر عربي نابض. لن نغفل أيضا الأدوار الهامة الإبداعية والحروف التي تنبض، الرمزية
العظيمه عند الاستاذ عبد الغني البوحديوي والاستاذ محمد مزيان المغرب، الاستاذ عثمان عبد الفتاح القاهره بقى جمهوريه مصر العربيه، زيد الطهراوي كان من الاردن وكان مع اسماعيل فتاح كان معانا موعد مع القصه القصيره، زيد الطهراوي كان معانا موعد مع المقال الادبي، شيماء عبيد يمكن بنهنيها من خلال منصتكم الكريمه، بنقول لها مبروك يا شيماء، انت حطيتي اهداف لنفسك في خلال سنه وعدت 8 اشهر بس، فانا من هنا برضو بهني الاستاذه شيماء اللي هي توصلت له من دراسات اخيره. الاستاذه منال القاضي ده يعني الحد الطموح جدا بين المبدعين، الحد اللي هو لا يخجل يسال على معلومه، بتحاول تقتحم الاجناس الادبيه تاخد فكره وتزود ثقافتها. بشكرها برضو ياسر عبد الحميد العاميه المصريه بقى الاصيله، الخطاب الابداعي الدفقه، ناخد من ياسر عبد الحميد دفقه، شاعر رائع يمكن مستقبله اللي جاي قوي جدا، سمر الكرد فلسطين، عبد الكريم قاسم، استاذ عبد الكريم يمكن هو نيجيري واتفاجئت ان هو بيكتب وليه كتابات كتير ومتعدده، اخرها قصيده ارض الكنانه اللي هي ضمنت في كتاب في الكتاب المجمع. فكل الناس دي بتحب بلدنا، طب ده شيء كويس جدا واحنا بنحب بلدهم. الانسانيه سيده الموقف في كتاب المجمع، رحمه الله على المبدعه الراحله ساره العموري، المغرب كانت مبدعه لم تنل حظا من ان ينشر لها عمل واحد، تعاهدنا مجلس الاداره اداره التحرير وفي الاخير انا ان كل كتاب مجمع هنطلعه المبدعين هنحاول نشوف حد رحل عن عالمنا وما زال حاضر بابداعاته لكن ما كانش له نصيب ان هو يتنشر له، فربما تكون علما ينتفع به ليه ويكون اجر لنا ويكون رساله كويسه في حق نفسنا وفي حق بلدنا، نقدر نعلم اولادنا قيمه كويسه من خلال الابداع. ولا تنسوا الفضل بينكم، الاستاذ سامي ابراهيم على الهواء مباشره، بشكرك وطموحك اللي جاي جميل، شكرا لكل المبدعين الكبار اللي تواضعوا وكانوا ضمن الكتاب عشان خاطر يشجعوا المواهب اللي على الطريق. واحنا بنشكرهم برضو مع حضرتك. نشكرهم كلهم في جميع انحاء الدول اللي حضرتك ذكرتها. ممكن حضرتك تقول لي اول كتاب نشرته لحضرتك كان باسم ايه؟ كان طائر ذبيح، ده كان وانا صغير قوي، كانت تجربه الحقيقه يعني حاولت حتى وانا صغير بعد ما صدر بشويه كده اقول طب ما ينفعش اسحب الكتاب ده، طب ما ينفعش يعني ما ينفعش ارجعه تاني ما يطبعش واصلح الاخطاء دي. ليه حضرتك قلت ان تسحب الكتاب او اخطاء؟ كان في اخطاء كتير، المؤلف الاولاني كان في اخطاء كتير ويمكن انا اتعلمت من الدرس ده ان ما دام في شيخ او في استاذ او في معلم انا يعني اتعلم بين يديه ان انا لابد ان الجا له في كل شيء وعلى او لو على سبيل الاستشاره حتى. فكان ده خطا وانا من هنا بنصح الناس لا خاب من استشار، كلنا بنعلم كلنا. كان عمر حضرتك قد ايه؟ كان حوالي 16 سنة 16 17 سنة كده، صغيرة. ما هي كانت تجربة كده. ده بالنسبة لكده، بالنسبة للكتب اللي رعاها الخبر الحقيقة يعني المفاجأة هي الموضوع الكتاب الخبر، جورنال الخبر ما رعاهاش كتاب المبدعين المجمع بس، ده في الحقيقة كان ليه إصدارات من قبل كده، بؤرة ضوء للشاعرة المغربية نعيمة الحداد، جريدة الخبر هي راعة الكتاب ده الحقيقة، قعدنا ننتقي ونفحص ولجنات قراءة عشان خاطر نختار حد نرشحه، فكانت الأستاذة نعيمة الحداد صدر ليها بعد كده شرفت إن أنا كتبت عنها دراسة نقدية في كتاب منفصل عين في بؤرة ضوء، ثم صدر لي أنا كتاب مؤخرا آخر ديوان شعري اللي كان أسفلت وتشرفت بذلك جدا. يعني رسالة بنحاول نأديها، عايزين نقول إن الأستاذة نعيمة الحداد مثلا على سبيل المثال هي القادمة بقوة من المملكة المغربية، تقدري تكتشفي فيها، أنا بقول لحضرتك المعايير، تقدري تكتشفي فيها الانزياحات، البناء، الصور المتنامية، الصور المقطعية، فهي حد كده يعني في قصيدة ليها أرصفة الألم وقصيدة رمز ليها حاجات في منتهى القوة للأستاذة نعيمة الحداد مثلا.
فاحنا من هنا بنقول لها ان شاء الله مستقبلك اللي جاي برضو كبير جدا وقوي جدا، ومشكورك جدا على طموحك ان شاء الله. شكرا لحضرتك جدا، وكنت منورنا النهارده وفعلا شرفتنا وبسطنا وجود حضرتك معانا والله. طب حضرتك نختم الحلقه بكلمه من حضرتك ل 2020 او حطم قيود اليأس، حلق في الفضاء وارقب واركب شموخ الفجر في عليائه. كن كن أنت هذا الفجر واصدح في الدنيا، كن أنت هذا الفجر واصدح في الدنيا، واقطف بذور الحلم من آذانه، واترك على الأرض القديمة بسمة تجتث نبض الخوف من أعماقه. شكرا جدا لحضرتك. شكرا لحضرتك، شرفتنا جدا، أمتعني لقاءكم الحقيقة. شكرا لكم. كنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، استنونا في حلقة